أهلا بكم. كثيرا ما تقع السيدة الحامل خاصة عند اقتراب موعد ولادتها في حيرة من أمرها بما يخص انتقاء الطريق الأفضل والأسلم للولادة، وتفترض أن لديها حرية الخيار والحق باتخاذ القرار من دون أن يكون لديها المعرفة الكافية عن مميزات وفوائد أو أضرار ومساوئ كل من الطريقتين في الولادة الطبيعية والولادة القيصرية. للحديث أكثر في هذا الجانب في فقرة الصحة. أهلا بكم مشاهدينا، يسعدنا طبعا في هذا الحوار الخاص حول موضوع الولادة الطبيعية والولادة القيصرية والفرق ما بينهما. يسعدنا نرحب بضيفتنا بالاستديو الدكتورة زينب العزاوي، وهي استشارية نسائية وتوليد. يسعد صباحك دكتورة، نورتينا. شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. الله يسلمك يا رب، طبعا نورتينا في صباح الخير يا وطن. تسلمي يا حبيبتي. دكتورة، بداية قبل ما نتكلم نحن اليوم عن الولادة القيصرية والطبيعية كل منها على حدة، خلينا يعني نوضح حق المشاهدين للفرق ما بينهم. اعتقد الاغلب قد يعرف بعض الفروقات، لكن نحن بالتفاصيل وياك نبى نعرف الفروقات ما بين تحديدا ما بينهما. طبعا الولادة الطبيعية هي العملية اللي تجري بشكل عفوي بدون تدخل جراحي. انزين. تجي بشكل تدريجي، ما محدد الوقت إلها، وطبعا تكون عن طريق الجهاز التناسلي. أما العملية الجراحية فهي عملية يجريها الطبيب بشكل خاص، هو اللي يحدد الوقت، وتكون عن طريق جرح موجود في جدار البطن وبعدين يكون في جدار الرحم. هذا الفرق بين الاثنين. انزين، هذا الفرق من بينهما يعني كطريقة الولادة. طريقة الولادة. بعد في فروقات أخرى ممكن تكون يعني ما بعد الولادة، وفروقات أيضا بعد يعني من خلال الأعراض الجانبية اللي ممكن تكون عند المرأة. مثلا ميزات الولادة الطبيعية. بالضبط، ميزات الطبيعية والقيصرية شو وقت نختارها؟ فعلا. طبعا ذكرت جانب مهم، انه اكثر النساء سيدات الحوامل وخاصه البكر عندهم فشيء مقلق، هو طريقه الولاده انه تكون طبيعي او قيصريه، وعاده تجي هي متحيره. ليش؟ لان تعرفين المجتمع والنصائح بس تبدي تصير حامل، فولدت عندها فكره انه الولاده الطبيعيه شيء مؤلم مؤذي بمضاعفات، فتجي موجهة على القيصرية. بس بهالدور هذا من راح ياخذه يساعدها بالقرار؟ هو الطبيب. أكيد. ميزات الولادة الطبيعية احنا نخبرها، طبعا التوجه لازم، وخاصة إذا كانت بكر لازم توجه للولادة الطبيعية. طبعا ميزاتها كثيرة، تبدي من الحالة النفسية، أنه بالبداية تكون هي خاضت مخاض وصعوبة بالولادة وفترة طويلة، بعدين من تنتهي تحس بارتياح وراحة نفسية، كيف الولادة الرضاعة الطبيعية والرضاعة الاصطناعية، فيصير فد رابط يكون أقوى بينها وبين الطفل. هاي من ناحية الحالة النفسية. من الحالة الفسيولوجية أنه المريضة ترجع لحالتها الطبيعية وفترة النقاهة بأسرع وقت. أسرع وقت ممكن، يعني يمكن ثاني يوم تقوم تمارس وتمشي وتتحرك. جسمها رحمها يرجع إلى الحوض بفترة قصيرة خلال أسبوع، وزنها يقل بسهولة لأن تتحرك بسرعة. أشياء كثيرة تستفاد من عندها إذا كانت ولادة طبيعية. بالنسبة عكسها بالقيصرية، إحنا ما نريد يعني أنه نخوف أو نخوف من القيصرية همينة، لكن أحيانا نحتاجها للقيصرية. نقرر عليها لأسباب، لحاجتنا لأسباب، أسباب طبية بحتة في سبيل أنه نطلع أنه نتيجة مرضية للأم والطفل. القيصرية لا، القيصرية قلنا احنا نختار لها الوقت المحدد، عملية جراحية، فترة النقاهة أكثر، معرضة للتخدير ومشاكل التخدير. رجوع الرحم يكون أبطأ. ليش؟ لأن في ندبة، في جرح على الرحم. فإحنا نفهمها بالبداية وإحنا نساعدها بالقرار، وبعدين طبعا احنا ما نقدر نقرر بداية الحمل، التاسع توصل المريضة. بالضبط، وقت ما نحن نعرف نوع الولادة في الولادة. نعود إلى حديثنا وحوارنا في فقرة الصحة مع ضيفتنا لهذا الصباح الدكتورة زينب. دكتورة، كنا نتكلم عن ميزات الولادة الطبيعية، خلنا نتكلم بعد أن نحن اليوم مثل ما قلتي نحن ما نبغى نخوف الحريم من الولادة القيصرية بعد، لأن في احتياجات خاصة للجوء لها وفي أسباب خاصة لها. لكن شو الأسباب اللي تمنع اليوم حدوث الولادة الطبيعية بعنوان آخر أو بطريقة أخرى؟
والله الأسباب اللي هي العلمية بحتة إنه تمنع الولادة الطبيعية، مثلاً إجى الطفل عرضي، فبهاي لا يمكن أن تولد طبيعي. إنه يالس بطريقة بشكل عرض عرضي، هذا لازم يعني حل أمثل للولادة القيصرية هي. إذا كان مثلاً رجلية جاية، إذا كانت المشيمة متقدمة يعني جاية قبل الطفل، يعني فيها خطر على الجنين وعلى الأم. هذه أسباب أساسية ورئيسية للقيصرية. في أسباب أخرى نسبية، يعني القرار فيها مو 100%، وأحياناً تحدث مفاجآت خلال الصالة، خلال الولادة الطبيعية، فنضطر بهالحالة نسميها الحالة الطارئة اللي هي مو الإمرجنسي، اللي كلش إمرجنسي اللي عددناها بالبداية، اللي هي المشيمة متقدمة أو الرجل أو أحياناً الحبل السري الدندل، هذه كرش راسن. الحالات الأخرى اللي هي نسبية، مثلاً يجي الطفل جالس وهي بكر جالس على مقعده، مثلا تعب الطفل خلال ولادة طبيعية وإحنا تحريض وفترة طويلة، فنبضات الطفل تعبت، هالحالة لازم قيصرية. وزن الطفل مع الحوض يعني أكو في فرق، وتتخوف من الولادة الطبيعية واحتمال تصير مضاعفات، وعادة هذول أهل السكر يصير وزن الطفل كبير، المية كثيرة عنده، فبهالحالة إحنا نقرر عليها قيصرية. قيصرية. إنزين، يعني في هذه الحالات لا ينفع الطلق الصناعي أم دكتورة هي حالات خلاص تتوجب علينا اليوم الولادة القيصرية؟ احنا قلنا الولادات البكر عادة نقدر يعني نمشي وياها طبيعي، ولازم طبيعي نعطيها فرصة، نسعى بكل جهدنا لها، نسعى لها حتى تكون. ليش؟ لأن إذا صارت الولادة الأولى قيصرية راح تحكم على الولادات البقية قيصرية. قيصرية طبعا. ليش؟ لأن احنا نتحذر باستخدام التحريض أو الطلق الصناعي مع وجود قيصرية، لأن عرضها للخطر. صح. وتعرفين هسه الناس أكثر شيء توجههم للقيصرية. ليش؟ لأن تقول لك أنا راح أولد طفل أو طفلين، ما أتعب نفسي، قلت لك الموروثات والنصائح اللي تأخذها الخاطئة أن الولادة الطبيعية تخرب الجسم وتألم وهالأشياء هذه. صارت قيصريتين بعد راح تجر قيصريات على طول. نسبة القيصريات بس قيصريات أربعة أعتقد، إذا قيصريتين بعد كله بعد ما حد يعطيها فرصة ولادة بس طبيعية، بس خلاص اثنتين، خلاص اثنين وبعدها حالة باردة نحدد موعد ونوديها قيصرية. لذلك يعني المرأة لو ولدت أنها مرتين قيصرية لا يمكنها تخضع مرة ثالثة. في مراكز خاصة يعطون فرصة للولادة الطبيعية بعد قيصريتين، بس إحنا والله ما نجازف بيها، يعني تحتاج طبيعي. طبيعي، لكن لو قلت قيصرية عقب الثانية إحنا لا، رأسا قيصريتين واحدة ورا اللخ، الثالثة لازم قيصرية. لازم. هني يعني خلاص ان نسبة القيصرية كثرت النسبة للعمليات القيصرية. اتصور خلال السنوات الأخيرة من 1.5% وصلت 48%. اوه يعني رقم مخيف. لذلك هسه الناس تبدي تشوف اللقاءات والكلام توجه على الطبيعي، لأن كثرت وظهرت على الساحة المضاعفات الجديدة اللي هي مثل الحمل خارج الرحم، كان خارج الرحم بالأنابيب وبالمبايض، هسه في شيء اسمه سكار بريجننسي في داخل الجرح مال العمليه القيصريه، وهذا يعني مشكله كبيره انه لان كثره القيصريات فتكثر وياها المضاعفات. يستوي حمل خارج جرح القيصريه؟ داخل جرح القيصريه، فتخيل ايش كيف ينمو، خطر على الام، يعني بهالحاله احنا لازم نسقط الجنين. ما هي بالضبط، ماكو فرصه انه يطق الرحم، نزف سرعته. فهذه مشاكل. مشاكل ثانيه بتكرار العمليات القيصريه اللي هي نسميها بلاسنتا اكريتا. اكريتا شنو؟ انه تنمو المشيمه داخل الجرح، تدخل بالرحم بعضله الرحم. صح. ايه. وبهالحاله هم صعب، يعني معرضه استئصال رحم هذه المريضه، ما نقدر عليها، من تتخلخل من نفصل المشيمه يبدي النزف. وكم نسبه حدوث هذه الحالات؟ يعني هل قبل كانت قليله بس هسه بدات تظهر نسبه عاليه؟ يعني اوريدي هي حاصله، خلينا نقول لو مثلا الحرمه او البنيه خلينا نقول تعرضت للقيصرية أكثر من مرة، تم تولد قيصرية، فهي خلينا نقول بنسبة 70% جائز أن يستوي وياها المشاكل. بس هي نسب قليلة هاي المضاعفات، بس تنذكر. يعني 1-2% بس تنذكر، لازم ما قلنا احنا 1.5% كانت 48% إلى 8%، فأكيد تكثر النسبة. يعني هناك خلينا نقول مشاكل وخيمة نحن بغينا عنها أكيد دكتورة اليوم، وهذا اللي نبغى نوصل له اليوم. إنزين، يعني لو تكلمنا اليوم عن شكل التعافي بعد الولادة القيصرية، وأيضا بعد لها مضاعفات، يعني
لما تخرج من المستشفى اليوم الام وتكون خلينا نقول تعبت في القيصريه او خلينا نقول هناك استوت لها مشاكل واتيفر يعني كثير من الامور اللي قد تحصل اثناء الولاده القيصريه، لكن مده التعافي مثل ما قلتي هي مده اطول. شو ممكن تتعرض ايضا لمضاعفات؟ شو ممكن تكون لها مضاعفات في فتره الولاده القيصريه؟ هي تعرفين جراحه، وجراحه تتم تحت التخدير، يعني فيها مضاعفات تشبه مضاعفات اي عمليه جراحيه بالدنيا كلها. أي. اللي تبدي من التخدير، قبل كانوا يعطون تخدير عام، هسه التوجه كله بنج نصفي. بس هم نفس الشيء تعاني من عنده احيانا المريضه من صداع، وجع في الظهر. بعدين خلال العمليه الجراحيه معرضه، احنا قلنا يمكن نسبه قليله بس تنذكر، حتى المريضه قبل ما تدخل للعمليات تتوقع على الورقه وتنشرح لها كل المضاعفات الاوليه والبعيده. يصير نزف خلال العمليه، طق شريان احتمال، احتمال يصير عندها هي عمليات سابقه وعندها التصاقات، وجود التصاقات يعرضها للجرح للاجزاء الحيويه مثل الامعاء، المثانه، الحالب، يعني كلهم قريبين من الرحم. فهذه هم احد المضاعفات. يعني انا بصراحه ما اريد اخوف الناس على الدكتور ذكري اكثر الحالات، بس لازم تنذكر موجوده. هي قليله بس لازم تنذكر. مضاعفات بعيده مثلا بعد اسبوع 10 ايام يتعرض الجرح للالتهاب احتمال، وهذه المشكله، وهذا هم ياخر لنا فتره النقاهه، الرحم ما يرجع بسهوله، او يصير شيء اسمه خلال الايام الاولى من الولاده يصير اتوني، يعني يرتخي الرحم ما يتقلص بسرعه، لان في ندبه في جرح فمو بسهوله يتقلص، فنضطر نعطي ادويه ومحاليل حتى نقلص الرحم. مضاعفات بعيده على المدى البعيد، قلنا الالتصاقات احتمال تسبب لنا عقم، انه تنسد الانابيب من الالتصاقات وهكذا. يعني خلينا نقول كثير من المشاكل اللي هي الوارده واوريدي هي مستويه يعني عند كثير من الاشخاص ومن الحالات اللي ممكن بعد نشوفها. يعني هناك بعد مثل ما قلتي الدكتوره ممكن يحدث هناك بعد الولاده ضعف في عضلات الحوض. فهذا الشيء يعني يحتاج المراه انها تقوي هذه العضلات. فاليوم نحن شفنا بعد سيدات كثير انه لجؤوا لطرق مختلفه لتقويه هذه العضلات الحوض. خلينا نتكلم وياك عن النصائح ممكن تقدمينها للمراه في هذا الجانب. طبعا تعرفين هم اهم مشكله اللي يعانون من عندها النساء بعد الولاده هو طبيعيه ارتفع. كانت ام قيصريه ولا بس طبيعيه؟ لا احسن بدنا نحكي على الطبيعي. إيه؟ الطبيعي هي المشكله اللي الوحيده اللي يلجؤوا لها الناس للقيصريه بهذا السبب. بهذا السبب هي سبب انه ترتخي عضله الحوض، تعاني من سلس بولي، تعاني من امساك احيانا، مشاكل بالجماع. فلكن لها حلول. مثلا تبدي احنا نسميه اكو شيء اسمه جيجل اكسرسايز. جيجل على اسم العالم اللي اكتشفها، انه هي خلال فتره الأربعين اول ما تولد تبدي تعمل هذه الحركات الانقباض والانبساط، كيف واحد يفتح عينه ويسكرها ويضمها بالحوض وهي قاعده، هي جالسه 5 مرات 6 مرات. انا دائما انصح الحوامل اللي يولدون خلال فتره الأربعين تكون الاستجابه اسرع، تقبض العضله وهي كل السهله، كيف تروح العفو للحمام تتبول توقف التبول وتفتحها. إيه؟ بهالطريقة تعصر نفسها وما حد يحس فيها، تعمل العرض الحركة وهي قاعدة وهي واقفة وهي نايمة، فد 5 مرات 6 مرات، كل مرة فد 15 مرة تكررها. هذه راح تشيل لنا نسبة معينة من الرخاوة اللي تصيبها. في احنا هسه الحمد لله الطب تطور، في ليزر، يعني عندنا اجهزه ليزر هسه تعمل تضييق وتنشيط للكولاجين وتقويه العضلات المهبل وتستفاد من عندها. وفي حل نهائي هو الجراحي، والحمد لله العمليات ناجحه 99% الجراحيه لمنطقه الحوض. وهذا اللي يلجؤون للحريم، لكن هي لانها مؤلمه بعض الشيء فيلجؤون هسه للليزر للقيصريه. فنحن ما نبى القيصريه بالاخير، وناس يعني خصوصا لما تخلط الحرمه ما بين مثلا خلينا نقول اول ولد لها البتشر مثلا وقلنا طبيعيه وعقب يابت قيصريه، فهني هل ممكن يكون عدد مرات محدده للقيصريه ام نفس الشيء؟ سؤال حلو، انه هواي يسالون المرضى عليه انه بين قيصريه وقيصريه ايش قد المده المفروض؟ احنا يعني ما نشجع اول سنه تحبل بيها وتولد قيصريه، يسموه فريش سكار، ويعرضنا لمشاكل كثيرة من ضمنها هذا السكار بريجننسي اللي حكينا عنه. لازم على الاقل من سنه الى سنتين بين قيصريه وقيصريه، بين طفل وطفل، تلحق ترجع جسمها، صحتها، فيتاميناتها، طفلها يكبر، تطير رضاعه طبيعيه، بعدها تفكر بالقيصريه. القيصريات الثانيه تتحدد
على ضوء سبب القيصرية الأولى. أي بالضبط. فإذا كانت أسباب باردة بدون مشاكل، بدون هي رايحة تسوي قيصرية، تقدر تولد طبيعي. نعطيها فرصة. أما إذا كانت أسباب حتمية، ضيق في الحوض، مشاكل في الرحم، أو هو جاي عرضي مثل ما قلنا، وأسباب أساسية حتمية، لازم قيصرية. تكررت القيصريات حسب الإيد اللي تشتغل، حسب الجسم المريض، أو قدرته التحمل. لا، وحتى في ناس عندهم قابلية تصير عندهم التصاقات، في ناس لا جسمهم ما يسوي التصاقات. كيف الندبة؟ في ناس تطلع عندهم ندبة، في ناس ما تطلع من ينجرحون. فهيك هم بالجسم نفسه، في اكو ناس قابلية عندهم تصير عندهم التصاقات من اول عملية، تشوفين عندها التصاقات. في ناس انا مولدة 7 قيصريات كأنه والدة اول مرة، يعني حسب الجسم، حسب المسافة اللي تخليها، حسب العملية السابقة شلون كانت. فمفتوحة، بس احنا ما ننصح عمليات كثيرة متعبة للمريضة وللجسم. دكتورة، هناك في مخاطر ممكن تتعرض لها المرأة أثناء يعني ولادة القيصرية، ممكن يتعرض لها المرأة والجنين، احنا ما ننسى دور الجنين بعد. ففي شو هي هذه، خلينا نقول المخاطر ممكن تتعرض لها اثناء توليد القيصريه، المراه كولاده قيصريه، وبعد شو الحالات اللي ممكن تحصل كحالات نادره، يعني مو بوايد. احنا طبعا ما اخفي عليك في مخاطر ومشاكل تصير بالولاده الطبيعيه وبالقيصريه. احنا ذكرنا بعضها، التخدير والمشاكل والنزف. وبالولاده الطبيعيه انه احتمال راح تمر بكل الولاده وخاصه البكر، وبعدين تنتهي بعمليه اللي هي انه فتره انه خروج الطفل من يعصى وما يطلع، اما سببه الراس يكون اعوج، احنا نسميه جبين جاي او الحنج. احتمال هو تعب الطفل بالولاده والنبضه قل وما تقدر تولد طبيعي. فبهالحاله هذه نضطر نحولها الى قيصريه، هاي احد المضاعفات. النزف بعد الولاده يصير بالطبيعي وبالقيصريه. المضاعفات الاخرى اللي قلناها بالقيصريه انه قريبه وبعيده، وهي كاي جراحه معرضه الى اي الجنين اكثر شيء. الجنين احنا في نقطه همين هسه، احنا ليش نتوجه للطبيعي؟ الطبيعي الجنين من راح يطلع التقلصات والانقباضات اللي تصير في الرحم تولد في شيء اسمه ستريس. ستريس هذا يولد الكورتيزون، الكورتيزون ينشط الرئه مال الطفل. يعني في احيانا تولد بالثامن بالسابع بس بتقلصات رحميه، وطبيعي تشوفين الطفل عادي طبيعي يطلع طبيعي، احتمال يم الام ما يدخل حضانه. اما في القيصريه حاله بارده ما يكون قباضات، الرئه ما مكتمله بالقيصريه لحد 38 اسبوع، واحنا نقول الرئه ما مكتمله لان بارده، احنا نحدد الموعد. اما بالطبيعي التقلصات ومن يطلع من الحوض من الام العصره هاي اللي تصير تطلع سوائل من الطفل تخليه يبكي. هسه في توجه يقول لك البكتيريا اللي تعرض لها، البكتيريا التعايشيه الموجوده في المهبل تعطي مناعه للطفل. بالضبط. فمن يجي كولاده طبيعيه هاي الاول فتره الايام شوفينا هذا حتى مناعته تختلف عن اللي جاي بولاده قيصريه. اكيد. يعني دكتورة، نحن اليوم أخذنا تفاصيل مهمة بالولادة القيصرية والطبيعية، وتعرفنا على كل من الميزات والمخاطر لكل منهما. فأهم يعني بحر واسع اليوم لكثير من أسباب المشاكل، وخصوصا يعني أنا دائما أحب أركز على الأسباب النادرة أو المشاكل النادرة اللي قد تحصل، لأن هي اللي خلينا نقول بيكون تساؤل عليها أكثر، لأنه ما بتكون حاصلة ولا بيكون عندنا، يعني ما بيكون عندي الأغلب إجابات عليها. فأنت اليوم تناولتي أغلب النقاط، ويعطيك ألف عافية وكل الشكر لوجودك ويانا اليوم في صباح الخير يا وطن. تسلموا، شكرا جزيلا على هاي الفرصة السعيدة. كل الشكر لك.